السلام عليكم. الجوز اللي شايفينه هي جوزة برازيلية تحتوي على أغذية ضرورية جدا للجسم. إن ما أكلنا منها بتتأثر صحتنا، وإن أكلنا كتير منها كمان بتتأثر صحتنا بشكل خطير جدا. قبل ما أحكيكم عن مخاطر الإفراط في تناول الجوز البرازيلي، بدي أخبركم عن فوائده وأهمية الأغذية اللي فيه لجسم الإنسان. الجوز البرازيلي مليء بالبروتينات وبيحتوي على أهم 9 أحماض أمينية ضرورية لنمو وترميم النسيج العضلي، مثل اللايسين، الميثيونين، وأحماض أخرى مثل ما شايفين باللائحة. هالأحماض الأمينية ضرورية لنمو وترميم الأنسجة العضلية بالجسم. عنصر الميثيونين بيحمي الكبد من التضرر في حال تناول الإنسان جرعة دواء زائدة، بيعالج مشاكل الكبد بشكل عام، بيضر البول، بيزيد حموضته، بيسرع شفاء الجروح. الجوز البرازيلي ما في أغنى منه بالمغنيسيوم. كل وقية منه بتحتوي على 65 ميلي جرام. المغنيسيوم بيساهم في امتصاص الجسم للكالسيوم، بيخفف فرص حصول ترقق العظام، وضروري لأسنان وعظام سليمة، بيحافظ على ضغط الدم بمستوى صحي، بينظم ضربات القلب، بيمنع تخثر الدم، وهالشي بيأمن حماية من الجلطات والنوبات القلبية. وفي حال حدوث جلطة، المغنيسيوم بيساعد على تكون خلايا جديدة، بيرجع المرونة للعضلات المتضررة. المغنيسيوم اللي بالجوز البرازيلي بيطلق الطاقة اللي بالجسد ببطء، بيحرق السعرات الحرارية، وبيساعد على إخراج الطاقة من أغذية أخرى، وهالشي بيساعد وظائف العضلات والأعصاب. إخراج الطاقة ببطء طول النهار بيشعر الإنسان بالاكتفاء لفترة أطول، وبيخفف الرغبة في طلب الأكل في غير وقته. الجوز البرازيلي غني بالشحوم الصحية الغير مشبعة اللي بتضل سائلة بحرارة الغرفة، وبيمنع الشحوم المشبعة من سد الشرايين. 41% من الجوز البرازيلي بيحتوي على شحوم أحادية غير مشبعة، 34% منه بيحتوي على شحوم غير مشبعة، و 25% منه فقط بيحتوي على شحوم مشبعة. وبسبب غنى بالشحوم لازم ينحفظ بالبراد حتى ما يفسد تماما مثل السمسم. يعتبر الجوز البرازيلي كأغنى المأكولات على الإطلاق بالسيلينيوم. معدن السيلينيوم إن ما حصل الجسم عليه بيحصل خلل بكتير من وظائفه، وإن حصل عليه بإفراط بتحصل مشاكل صحية خطيرة جدا ممكن تؤدي للموت. السيلينيوم ضروري لكافة وظائف الجسم. بدونه الغدة الدرقية ما بتشتغل مثل ما لازم. الغدة الدرقية بتحدد السرعة اللي بيستخدم فيها الجسم الطاقة واللي بيصنع فيها البروتينات، وبتتحكم بتفاعل الجسم مع الهرمونات بإفرازها لهرموناتها الخاصة اللي بتنظم معدل النمو ووظائف أخرى، وبتفرز الكالسيتونين اللي بيحافظ على معدل الكالسيوم صحي بالدم والجسم. السيلينيوم ببطئ شيخوخة البشرة، بيشفي الجلد وبيرممه بعد تعرض لحروق، بكافح حدة أنواع من السرطان أبرزها البروستاتا والثدي. بيدعم جهاز المناعة بفضل مضادات الأكسدة اللي فيه، بكافح الالتهاب، بيرمم الحمض النووي، بيزيد نشاط وحيوية الحيوانات المنوية عند الرجل. نقص السيلينيوم بالجسم بالإضافة لمشاكل الغدة الدرقية بيسبب ضعف في المناعة الصدفية، سرطان الحلق والمعدة والبروستاتا، اضطرابات في المزاج، وسهولة في التقاط الأمراض المعدية. السيلينيوم بكمية ضئيلة ضروري لوظائف الخلايا، نقصه بالجسم سبب تناول أغذية مزروعة في تربة فقيرة فيه. من العوامل الأخرى اللي بتسبب نقص السيلينيوم بالأغذية التصنيع الغذائي، وتناول أدوية مضادة للالتهاب كمان بيخسر الجسم حصته من معدن السيلينيوم. لحد هلأ كله تمام. مثل ما قلت، الجسم بيحتاج لكمية قليلة جدا من 50 ل 400 ميكروغرام باليوم. تجاوز هالكمية بيسبب السيلينوزيس، وهو التسمم المزمن بالسيلينيوم. شو ممكن يصير لما يحصل تسمم مزمن بالسيلينيوم؟ الإسهال، بيطبعوا هشاشة بالأظافر مع خطوط بيضاء على أطرافها غير طبيعية، وفي حالات قصوى انقلاعها عن اللحم، تساقط شعر الرأس أولا ثم الجسد، رائحة نفس كريهة، غثيان، تقيؤ، اضطرابات في الجهاز الهضمي، تشنجات عضلية، آلام مفصلية، تعب،
حدة في الطبع، دوخة، صعوبة في التركيز، المذل هو شعور غير عادي بالنمل وبالحكة، وحدوث ضرر عصبي وممكن يسبب حتى سرطان الجلد، السكري من النوع الثاني، تليف في الكبد، تورم رئوي وحتى الموت. جوزي برازيلي واحد فقط كافية لإمداد جسم الإنسان بحاجته من معدن السيلينيوم. كل جوزة بتحتوي على ما بين 70 ل 90 ميكروغرام من السيلينيوم، والحدود اليومية المسموح فيها هي 6 جوزات فقط. أكثر من هيك بنعرض صحتنا للخطر. والكمية بتختلف حسب العمر. الأطفال تحت 3 سنوات بإمكانهم استهلاك 20 ميكروغرام، بين 4 و 8 سنوات 30 ميكروغرام، بين 9 و 13 سنة 40 ميكروغرام، بين 14 و 18 سنة 55 ميكروغرام، الحامل 60 ميكروغرام، والمرضع 70 ميكروغرام. وبحب شدد انه مش بس الجوز البرازيلي اللي بيحتوي على السيلينيوم، في لائحة طويلة رح اذكر لكم ابرز 10 والترتيب من اعلى لاسفل نسبة. المرتبة الاولى بيحتلها الجوز البرازيلي بدون منافس. بالمرتبة الثانية عنا بذور دوار الشمس، الثالثة الاسماك، الرابعة المحار، الخامسة لحوم المواشي، السادسة لحوم الدواجن، السابعة البيض، الثامنة الفطر، التاسعة الحبوب خاصة القمح، والعاشرة البصل. وطبعا كمية السيلينيوم اللي بها الأغذية خفيفة جدا، ما بتشكل خطورة مثل الجوز البرازيلي المشبع بالسيلينيوم، واخترته بهدف التوعية لأنه متوفر بالمحلات بدون أي محاذير، وممكن أي شخص يشتريه ويأكل منه بكثرة لأنه نكهته لذيذة مثل أي مكسرات، وممكن يستلذ بأكله ويأكل كمية كبيرة كافية لتشكيل خطر على صحته، خاصة أنه الحدود المسموح فيها يوميا حوالي 6 حبات ممكن تتاكل بكل سهولة. تكلمت مطولا عن السيلينيوم، وما بدي أنسى ذكر الأغذية المهمة الأخرى الموجودة بالجوز البرازيلي. ف 18% من محتوي بروتينات، 13% كربوهيدرات، و 69% شحوم أغلبها مفيدة، وبيحتوي على الكالسيوم، الفوسفور، النحاس، المنغنيز، واسمعوني جيدا، بيحتوي على عنصر الراديوم الذري. بس ما تخافوا، الجسم الإنسان قادر أنه يتحمل كمية ضئيلة من الأشعة الذرية ويصرفها بدون ما يتأذى. الموز مثلا بيحتوي على أشعة الراديوم بنسبة ضئيلة، هو موجود بالبوتاسيوم اللي فيه، مكتوب في رمزه الجيني ومش مكتسب بسبب التلوث البيئي، بينما وجود بالجوز البرازيلي بيرجع لامتداد جذور الشجرة إلى أماكن عميقة جدا في الطبقة الأرضية وامتصاصها للراديوم من أعماق الأرض وتخزينها بالثمار. الراديوم هو عنصر كيميائي فلزي إشعاعي، رمزه الذري 88، هو معدن أرضي قلوي أبيض ناصع بيتأكسد لما يتعرض للهواء وبيصير أسود. كل نظائر الراديوم شديدة الإشعاع، الأكثر ثباتا هو الراديوم رقم 226، ومتوسط عمره الإشعاعي 1601 سنة، يعني بيستغرق 1601 سنة قبل ما يضمحل بعدها لغاز الرادون. بسبب تفاعل وعدم الثبات الراديوم مضيء ليلا ولونه أزرق خامد. شجرة الجوز البرازيلي ضخمة جدا، جذعها تخين جدا، سخونته 2 متر، وارتفاع الشجرة ممكن يوصل ل 50 متر. وبالرسم عم تشوفوا قمة الشجرة فقط، الجذع طويل جدا وخالي من الأوراق والثمار. الثمار موجودة بالقمة وهي بتجي بشكل كوز، بيشبه كوز جوز الهند، وزنه حوالي 2 كيلوغرام. هيدي طبعا جوزة هند مش جوزة برازيلية، بس حبيت فرجيكم اياها لأقرب لكم. وكل كوز بيحتوي من 8 ل 24 حبة جوز مغلفة بقشرة مثلثة الشكل مثل حظوظ البرتقال، والكوز تقيل. هون شايفين رسمة الكوز، هو مقصوص وتقيل لدرجة بشكل خطر على المرة أو السيارات لو وقع عليهم، خاصة أنه القانون بمعظم البلدان اللي بتنمى فيها أشجار الجوز البرازيلي
بيمنع قطعها، ولهالسبب ممكن تتواجد في أي مكان خارج نطاق الإنتاج الزراعي، بجنينات، على أطراف الطرقات إلى آخره. والجوز البرازيلي بيرتكز عليه اقتصاد العديد من البلدان مثل بوليفيا اللي بشكل 75% من اقتصادها، والاتحاد الأوروبي فارض قوانين خاصة بتمنع استيراد الكوز كامل، بيسمح فقط بدخول الحبوب مكسرة، لأنه خشب الكوز بيحتوي على نسبة عالية من الأفلاتوكسينز اللي بتسبب سرطان الكبد. لكن من المعروف أن شعوب البلاد اللي بتنمى فيها أشجار الجوز البرازيلي معمرة وصحتها جيدة ونسبة سرطان الكبد فيها غير مرتفعة. وأخيرا بحب أختم بمعلومة جميلة جدا، وهي أن عمر شجرة الجوز البرازيلي ممكن يوصل لألف سنة، فما تستغربوا إنها بتطول العمر وبتكافح الشيخوخة. بتمنى هالحلقة تكون عجبتكم. لمشاهدة المزيد اضغطوا الرابط أدناه أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانت كلمة واحدة، وما تنسوا الاشتراك والشير. إلى اللقاء.